السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد، ويا أهلا ومرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة عالم المرأة العربية للوصفات الطبيعية. أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي أحسن الأحوال. إذا أخواتي من جديد، وفي فيديو اليوم إن شاء الله نزولا عند طلبكم، سأشارك معكم وصفة رائعة جدا، سهلة بسيطة وفعالة لعلاج مشكلة الهالات السوداء، الانتفاخ والتورم تحت العين، إضافة إلى أنها تحمي وتعالج التجاعيد المبكرة كالخطوط الرفيعة والدقيقة حول العينين، وتعطي نضارة وإشراقة للمنطقة. كل هذا فقط بمكونات طبيعية بسيطة وفي متناول الجميع. إذا قبل أن نتعرف على الوصفة، أدعوكم بداية للاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، ولا تنسوا تفعيل الجرس ولايك للفيديو إذا أعجبكم طبعا. إذا أخواتي على بركة الله، بالنسبة إلى أهم مكونات في الوصفة، هي عبارة عن مستخلصات أو عصائر. فسنحتاج بداية إلى ربع حبة خيار يكون حجمها متوسط وبقشورها. سنحتاج كذلك إلى ربع حبة بطاطا يكون حجمها كبير أو متوسط، أو نصف حبة يكون حجمها صغير. فأول شيء سنقوم ببشر الخيار بقشوره، ونبشر البطاطا بدون قشور. فبعد ذلك نحتفظ فقط بالعصير، عصير البطاطا وعصير الخيار. فأنا كنت حضرت هذه العصائر من قبل. هنا لدي عصير الخيار، سنأخذ تقريبا مقدار ملعقة كبيرة أو ملعقة ونصف. لا أنصحكم باستعمال كمية كبيرة لأن مدة صلاحية هذه الوصفة محدود. بالنسبة إلى عصير البطاطا، نفس الكمية، تقريبا مقدار ملعقة إلى ملعقة ونصف كبيرة، فنقوم بإضافتها. بإمكانكم أن تلاحظوا هذا، يعني هذا النشا المترسب هو مهم جدا، لا بد من إضافته لأنه يعطي تفتيح ونضارة للمنطقة التي تكون متعبة. فأول شيء نخلط المكونين مع بعضهما البعض. بالنسبة إلى ثالث مكون في الوصفة، سنحتاج إلى مكون، أخواتي أقول لكم بأنه ضروري جدا خاصة لمن تعاني من هالات سوداء حادة. سنحتاج هنا إلى العسل الطبيعي، لا يكون عسل يعني عسل سكر أو شيء من هذا القبيل، لأنه لا يعطي أي نتيجة ولو بنسبة 1%. فبالنسبة إلى العسل، هنا سنقوم بإضافة تقريبا ملعقة صغيرة من العسل بهذا القدر، وأكيد نقوم بالخلط الجيد حتى يندمج مع باقي المكونات هكذا، ونخلط جيدا. إذا أخواتي، وصولا إلى هذه النقطة، تبقت لنا خطوة مهمة جدا، وهي أن نقوم بوضع هذه الخلطة في الثلاجة إلى غاية ما تصبح باردة جدا قبل استعمالها. فقبل استعمال هذه الوصفة، بعد أن تبرد أكيد، أول شيء نقوم بتنظيف البشرة بماء فاتر، ثم نأخذ أو نستعين بالقطن الدائرية بهذا الشكل، ونقوم بغمسها في هذا الماء أو هذا العصير عفوا، ونأخذها باردة بهذا الشكل، ونقوم بتطبيقها على المنطقة حول العينين أو الهالات ومنطقة يعني التجاعيد، واضح؟ ثم نقوم بعملية طبطبة خفيفة بهذا الشكل حتى يسهل تشربها من طرف المنطقة. نتركها مدة ربع ساعة إلى 20 دقيقة فقط، ثم نقوم بنزعها وتنظيف البشرة بماء فاتر. الخطوة الموالية، وهي خطوة مهمة جدا وأعتبرها كسر نجاح الوصفة، وهي خطوة الترطيب. فنستعين بثلاث زيوت أو بثلاث بدائل. أول زيت أنصحكم به وهو زيت بذور العنب، ثاني زيت وهو زيت جنين القمح، ثالث زيت وهو زيت اللوز الحلو. نأخذ القليل من هذا الزيت ونقوم بوضعه على المنطقة تحت العينين مع الطبطبة وحركة دائرية كمساج خفيف. فهذا الروتين أخواتي يكرر يوميا مدة أسبوع فقط أو 3 أيام على أقل شيء، ستلاحظون الفرق بإذن الله. فداوموا أخواتي وردوا لي بالنتيجة في قسم التعليقات. فهذا الروتين أخواتي من أروع ما يكون، ويستحق بالفعل التجربة. إذا دون الإطالة أكثر أخواتي، كما أقول لكم دائما، إذا كان لديكم أي استفسار أو تساؤل، ما عليكم فقط التواصل معي عبر قسم التعليقات وسأرد على الجميع بإذن الله. أما إلى هنا فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.